الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم: إن أمن الناس علي وصحبته وماله أبو بكر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سيدي يا خاتم النبيين.